جار. لك اهلين عمي درويش، شرف عمي. مكتبك ها؟ على راسي. بعد غريب، قهوه، شاي، شو بدك؟ ان شاء الله ان شاء الله. اهلين بربك، يا اهلين سالين. اهلين عمي سليم. ايه ها؟ ايه ها يقبرني ربك، من زمان افتح لنا مكتب عقاري خلينا نشوف هالشبوبية، يقبرني ربك. اهلين، اهلين عمي سليم، شبوبية شو عم تقري علي ولا؟ عمك بيعجبك عمي، الله وكيلك بيعجبك، تراكس انا، تراكس وباجر، عرفتوا الباجر؟ كريك اوتوماتيك، اي سي دي، شايف شباب الحارة كلها؟ علي يجير بحطه بجيبتي صغيرة، هنا نسير قلك. يا جماعة لا بشتغل معه ما معه المزح منه، فاهم علي؟ ما ينتهي، ما معه مزح، المصاري معه كبصب، مجراية مصاري، علي الحلال، معه أمك، يشتري البلد كله بحالها. يعني بفهم منك وأنت بحضن أبوك وأمك، أقسم بالله إني فرحت لك من قلبي. والله بعرف، خليك معي. كثير عم تشتغل فيها لك سليم للبيع. لك عمي صرنا فاتحين سيرة الكازية ألف مرة، هي الكازية بتعتبرها وقف، لا بتنباع ولا بتنشرى، وصاحبها معه مصاري، ملك ريكارد، شايف جماعتك هدول بتمروا من فوق لتحت، يعني مو مضطر. ما حدا بيعرف لك سليم، ما حدا بيعرف، صدقني ما حدا بيعرف. ما في شيء ما بينباع ولا في شيء ما بينشرى، كله بينباع وبينشرى، الدنيا عرض وطلب. عرض وطلب، انت اجمعني فيه لصاحب الكازير وشوف ساعتها اذا ما ببيعه البأسو. لك عمي اعطيك يا من الاخير، انا مالي مخول، قول شو اسم الزلمه. لا سيدي هلا انت مخول، هلا هلا بهالوقت انت مخول. انت مين عم تقول اسمه؟ لك شباب بدك تفكري حالك بقى، الله يرضى عليك سليم. عم اقول لك الشغله فيها فيها لحسن اصبع، لحسن اصبع بتغنيك لولد ولدك. لك شباب بدك تفكري حالك معي. بعدين انا بدي امن على بنتي بصراحه. تزعل من ايه؟ شو بقول لك مثلا سليم؟ اليوم اجيك بكره امير ملاك صاحب رزق. وشلون بدك تزبط هي؟ انت بس اعطيني اسم صاحب الكاسيه واتركه ضايع علي.